وكانت بتتخذ اسلوب كان شائعا انذاك فيما عرف بالثوره الثقافيه في الصين، وهو اسلوب مجلات الحائط، فرخ ورق بريستول وقلم فلوماستر، وكل واحد يكتب قصيده، يكتب مقال، يكتب هم، وتعلق على اشجار الجامعه والطلبه يحتشدوا حولها، وحولهم من اصدر المجله يتناقش معهم في السياسه والى اخره. ففي هذه الفتره يعني دي كانت ذروه الحركه الطلابيه 77. بعد كده رئيس السادات قال خلاص ما فيش حركه، مش بس بسلطه الدوله الاداريه، ولكن ايضا بتربيه الجناح الديني في الحركه الطلابيه. والاتفاق مع هذا الجناح على انه دوره الاساسي هو ان هو يؤدب الطلاب اليساريين سواء كانوا الشيوعيين او الناصريين، ويمنعهم من التظاهر. فحدث الانقسام في داخل الحركه الطلابيه هو الذي ادى مع الوقت تحت مبرر ايه ان الخروج على الحاكم حرام برضو كما رأى. لا، تحت مبرر ما عدتش القضيه المطروحه هي القضيه الوطنيه. هي رجعت قضيه الايمان والكفر، الدوله الاسلاميه والدوله الكافره، وانه الدوله القائمه الان دوله اسلاميه، ودول مجموعه من الكفره والملحدين، وعايزين يعيدوا ما كان يوصف انذاك بانه نظام الذين يلبسون أقمصة عبد الناصر، الناس الملحدين، الناس الكفرة إلى آخره. كلام من هذا النوع يعني غيروا لم يعد هناك شعار وطني جاذب. وبعدين طبعا فضلا عن استخدامهم العنف بقى، كانوا يستخدموا في الجامعة الكرابيك البنيات الحديد، استخدموا أشكال عنف شديد جدا لتأديب الطلاب اليساريين. وبعدين الجيل اللي قاد الانتفاضة في الجامعة تخرج طبعا وخرج من الجامعة، فنشأ جيل جديد، أما أغلبه أما بيؤيد السلطة ولكن بشكل محايد. في ذلك الحين تدخلت الحكومة وحاولت تعمل أشكال معينة، فرق من الطلاب بتقوم بنشاط طلابي ترفيهي، حفلات، مش عارف ايه، حاجات من هذا النوع لابعاد الطلبه عن ممارسه السياسه بشكل نهائي. ولكن تركت الساحه السياسيه للجامعه لطلاب التيار الاسلامي اللي كانوا ايضا اصبحوا اكثر مهاره فيما يتعلق بجذب الطلاب اليهم وبتقديم خدمات طلابيه مفروض ان تقدمها الجامعه. طبع المذكرات بسعر رمزي وسعر غير مكلف وتوزيعها على الطلاب، القيام بمعارض للملابس المستعملة للطلاب والطلبة الفقراء. طبعا بالإضافة طبعا إلى الدعوة لإحياء الطقوس الدينية وهو إلى آخره، يعني محاولة تفريغ النشاط، تفريغ الجامعة، تفريغ الجامعة من أي نشاط. كمان كان يعملوا حاجات وأظن اللي ما زالت قائمة حتى الآن، اللي هي فكرة لجان استقبال الطلاب الجداد اللي هم جايين لسه جايين من الثانوية العامة وداخلين الجامعة وما يعرفوش أي حاجة عن الحياة الجامعية، لأنه هم يستقبلوهم ويسهل لهم التعامل مع إدارة الجامعة ويقوموا بعمل المرشدين لهم. فكل ده جذب إليهم الطلاب الجدد، وفي نفس الوقت التفريغ الحياة السياسية في آخر عهد السادات وفي بداية عهد مبارك تدريجيا يعني برز الوجود الكبير جدا جدا للحركة الطلابية. وده أحيا كمان جماعة الإخوان المسلمين. كان في جماعة الإخوان المسلمين ده النشاط ده ما كانش نشاط جماعة الإخوان المسلمين، كان الإخوان المسلمين لسه خارجين من السجون وفي حالة يعني متضعضعة، لكن الأساس إنه ده جيل جديد من الشباب المتدين اللي تفرغ في الجامعة، وبعد ذلك وكان بياخد عنوان الجامعة الإسلامية، الجامعة الإسلامية في الجامعة، وهي انقسمت بعد ذلك إلى قسمين، قسم اللي هو مارس العنف في الصعيد، الأستاذ كرم زهدي وعاصم عبد الماجد والمجموعة التي كانت موجودة معه، وقسم انضم إلى الإخوان المسلمين عبد المنعم أبو الفتوح وعصام العريان وهذه المجموعة من طلاب الجامعة، ودول اللي أحيوا الجامعة وخلوها كانت قد أوشكت على الانهيار بعد أن تآكل الجيل الذي كان يقودها بسبب عمليات الضربات التي تلقاها في عهد الرئيس عبد الناصر. يعني حضرتك لو لاحظنا الفترة الحالية اللي احنا بنعيشها في خروج لتظاهرات من طلبة داخل الجامعات المصرية،
البعض منهم يخرج مدعيا ان ما حدث في 30/6 هو انقلاب، والاخر بقت طلبه ترد عليه بان ما حدث هي ثوره شعبيه حقيقيه. الاختلاف هنا يعني هم طلبه وهم يتظاهروا داخل وخارج الحرم الجامعي، ولكن الطلبات اختلفت، طبيعه الطلبه كمان مختلفه. يعني حضرتك لو تقول لنا ايه الاختلاف اللي طرأ على الحركه الطلابيه في الوقت الحالي؟ لا، ما ده احنا بنكرر ظاهره السبعينيات. نعم، يعني الان الحركة الطلابية بتبقى مؤثرة ومعبرة عن الطلاب في الوقت الذي تكون فيه ما يمكن هناك جبهة وطنية أو تآلف اجتماعي بين كل الاتجاهات السياسية الموجودة ما بين الطلاب حوالين مطالب محددة. ده اللي كان بيجعلها مؤثرة. نعم. يعني احنا وده اللي ادى الحركة الطلابية في السبعينيات قوتها، اللي اداها في أثناء ثورة 19 قوتها، اللي اداها في أثناء الحملة الفرنسية على مصر قوتها. نعم. لانه في قضيه وطنيه، في حاجه اسمها ما فيش قضايا ثانيه مطروحه. نعم. قضيه وطنيه او قضيه اخرى مرتبطه بها زي الديمقراطيه او حتى الشعارات الاجتماعيه او غيرها، بتلم الحركه الطلابيه وبالتالي بتستطيع ان تقوم بدورها المؤثر في الجبهه الداخليه. لكن لما وحتى احيانا حتى عندما كانت الحركة الطلابية تعبر في أغلبيتها العظمى تعبر عن رأي حزب واحد أو اتجاه واحد، كان هذا الحزب بيعبر عن مطالب وطنية. نعم. يعني الحركة الطلابية التي كانت منسوبة للوفد ما كانش فيه طلاب غير وفديين في الجامعة غير شرازم قليلة جدا. نعم. أحرار الدستوريين دول عمر ما كان لهم طالب في الأحرار الدستوريين، يعني يبقى فكاهة يعني، إلا إذا كان ابن أحد قادتهم أو حاجة من هذا القبيل. لكن الحزب الوفد في الواقع كان يعبر عن المطلب وطني عام يلتف حوليه الجميع. نعم. ما يجري الآن في الواقع ملوش علاقة بالمطالب وطنية عامة يعني. نعم. نحن أمام جماعة نقدر نسميها يعني جماعة معارضة تتجه إلى اليمين. نعم. واخد بالك، جماعة معارضة يمينية، هي ترفع طبعا شعارات ديمقراطية وشعارات مش عارف ايه وحاجات من هذا النوع، بس هذا الكلام يعني كله لا علاقة له بهم، يعني لا هم ديمقراطيين ولا موقفهم من الديمقراطية كان لهم أي موقف من حياتهم من القضايا الديمقراطية. هم ناس لهم قضية واحدة يعتقدون أن هذه هي القضية التي تستحق الدفاع عنها. نعم. وبالتالي ما يحدث الآن في الجامعة لا أعتقد أنه هو يعني ينتمي إلى التيار العام للتظاهر في داخل الجامعة.